بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي بيبص عليه البرج اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. ده شارع عرضه 20 متر. هنا كده بقى شكل البرج اهو من بره. البرج ده يا جماعة 12 دور بيبص على الشارع العشرين متر اللي احنا شفناه دلوقتي، وكمان شارع جانبي العرض بتاعه 8 متر. هنا كده بقى بيجي لنا شكل المدخل بتاع البرج اهو. ده كده يا جماعة المدخل ده من على الجنب اللي هو 8 متر، مش من على الشارع العشرين متر. ده كده شكل المدخل اهو يا جماعة. طبعا البرج جديد زي ما حضراتكم شفتوا، وده كده شكل المدخل. وفي عندي 2 أسانسير بس لسه ما ركبوش، بس كده كده يركبوا براحتهم، لان احنا شقة النهاردة يا جماعة في الدور التاني، تاني بلكونة بعد الارضي. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعت النهاردة. دي كده يا جماعة شقة النهاردة. اول حاجة بيجي لنا باب مصفح تركي. ده كده الباب المصفح اول شيء. يلا بقى نبدأ نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة. الشقة 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ و2 حمام. طبعا احنا اول ما دخلنا كده، ده كده الريسبشن اهو يا جماعة، ريسبشن قطعتين، اللي هناك دي قطعة واللي انا واقف فيها دي القطعة التانية. قطعتين كبار يا جماعة، قطعتين ما شاء الله كبار مرتاحين. هنا كده طرقة التوزيع اللي بتوديني على 3 غرف والحمام الرئيسي، وهنا كده الحمام بتاع الضيوف، وهنا كده المطبخ. طبعا الشقة يا جماعة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. ده كده أول شيء عندنا عداد الغاز أهو واصل. عندي هنا عداد الكهرباء موجود جوه الشقة مش بره، لأنه عداد بالكارت أو عداد كودي. ده كده عداد الكهرباء. تعالوا نخش الأول نشوف الريسبشن ونشوف البلكونة والفيو من البلكونة. ده كده شكل الريسبشن أهو يا جماعة. الشقة على فكرة تشطيبها حديث. ده كده شكل التشطيب بتاعها. هنا كده هنخش على البلكونة. بصوا يا جماعة ما شاء الله الشمس داخلة البلكونة اهي، يعني هنا عندك شمس، يعني التهوية حلوة. دي كده البلكونة اهي يا جماعة، ودي المساحة بتاعتها ما شاء الله مساحتها حلوة. ده كده الفيو من البلكونة. الشقة على فكرة يا جماعة حلاوتها ان هي في الدور التاني، تاني بلكونة بعد الارضي. ده كده الشارع اهو، ده شارع عرضه يا جماعة 8 متر متفرع من شارع عرضه 20 متر اللي هو اللي هناك ده. هنا كده مفيش قدامي حد، وهنا كده برضو ده شكل الشارع من الجنب التاني. تعالوا بقى نرجع نكمل بقية الشقة معانا. طبعا مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده يا جماعة الريسبشن اهو بتاع الشقة. تعالوا برضو ما نبص على المطبخ. ده هنا كده اهو يا جماعة المطبخ ما شاء الله مساحته حلوه جدا ومتنسق كويس، معمول طبعا بالرخام الجلاكسي الاسود ده. بس طبعا عايز اكد على حضراتكم برضو نقطه، ان البيع يا جماعه لا يشمل المطبخ ده ولا يشمل اي حاجه من العفش. العفش كله يا جماعه بتاع اصحاب الشقه هياخدوه ان شاء الله معاهم، مش هيبيعوه، عشان برضو ابقى اوضح لحضراتكم كل حاجه. ده كده المطبخ اهو، ده كده التقسيمه بتاعته. عندي هنا الحوض الستانلس غاطس في الايه، في الجلاكسي الاسود الرخام. ده كده يا جماعة المطبخ. بعد كده تعالوا ما نشوف الحمام الصغير. هنا كده ده الحمام الصغير اهو يا جماعة اللي هو بتاع الضيوف. ده بيكون خاص بالضيوف، بيكون قريب من الريسبشن، بحيث ان الضيف اللي عندك لما يحب يدخل اكرمكم الله الحمام ما يدخلش جوه يجرح معاك الغرف. ده كده يا جماعة الحمام الصغير. بعد كده تعالوا بقى نخش نشوف طرقة التوزيع ونشوف الغرف والحمام الكبير. عندي 3 غرف، دي هنا كده غرفة، وهنا كده الحمام، وهنا كده في غرفتين. تعالوا اما نجيبها الاول من ناحية هناك وبعد كده نرجع نكمل هنا. يعني تعالوا نشوف هنا الغرفة دي الاول، دي تعتبر يا جماعة الغرفة الرئيسية. طبعا لو انت حابب تغير تقسيم غرفتك براحتك، ممكن تخلي الغرفة الرئيسية جوه براحتك، دي حاجة ترجع لك انت ولزوقك. ده كده يا جماعة شكل التشطيب اهو. الالوان على فكرة هادية جدا ورقيقة ما شاء الله. دي كده الغرفة اهي برضو، واخدة غرفة نوم كبيرة، واضح كده قدام حضراتكم التسريحة والكومودينو والدولاب وسرير كبير 160. وبرضو تعالوا نشوف برضو الغرفة دي بتبص على نفس الشارع اللي بيبص عليه الريسبشن.
اهو يا جماعه، طبعا معمول حمايه حديد على الشباك. اهو يا جماعه ده نفس الشارع اهو اللي بيبص عليه الريسبشن، دي برضو اهي الغرفه من الاتجاه الثاني، الجنب الثاني برضو اهي عشان تبقى واضحه معانا. دي كده يا جماعه تعتبر الغرفه الاولى. تعالوا بعد كده نروح نشوف الغرفه الثانيه. دي كده يا جماعه تعتبر الغرفه الثانيه، هي طبعا هنا معموله غرفه الاطفال. دي المساحه بتاعتها اهي تقريبا 3 في 4 اللي هو الصافي يا جماعه، الصافي مش اللي هو اللي تحت العجز والزياده. وده شكل التشطيب برضو، لون البينك ده معروف طبعا لون البينك بتاع البنات. اهو يا جماعه دي كده الغرفه، جيبها لكم برضو من الاتجاهات الثانيه عشان تبقى واضح معانا كل شيء. اهو عندي الشباك ده بيبص على منور. دي كده مساحة الغرفة من جميع الاتجاهات. بعد الغرفة التانية نخش على الحمام الرئيسي الكبير. شفنا طبعا الحمام الصغير بره، وهنا ده الحمام الرئيسي الكبير اللي هو بيكون خاص بالغرف جوه في الشقة. ده كده اهو المساحة بتاعته، ده شكله اهو. برضو بنأكد يا جماعة على موضوع انك لما تشتري شقة تتأكد ان السقف مفيش فيه ترشيح ولا فيه اي مشاكل للمية. ده كده اهو نشوف برضو المية معانا، نتأكد ان المية موجودة. المية موجودة اهي يا جماعة، كويسة جدا. ده كده الحمام الكبير. بعد كده تعالوا نشوف الغرفة التالتة. دي كده بقى يا جماعة الغرفة التالتة اهي، هوري لحضراتكم برضو المساحة بتاعتها. وده لون برضو التشطيب بتاعها، اللون اللي هو السماوي، واضح اهو يا جماعة معانا. معلش انا مش هنزل تحت بالكاميرا عشان في حاجات اغراض خاصه باصحاب الشقه مش حابين ان هي تظهر في الفيديو، فانا هصور كده من فوق وحضراتكم تاخدوا بالكم من المساحه. اهو يا جماعه الغرفه دي هنا كده بتبص على منور، تمام. دي كده مساحه الغرفه اهي. ويلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه مساحتها 150 متر تحت العجز والزياده، شقه 3 غرف وريسبشن قطعتين كبار ومطبخ واثنين حمام. الشقه في الدور الثاني ثاني بلكونه بعد الارضي. الشقه كامله المرافق كهرباء وغاز وميه وفيها موتور مياه خاص. الشقه يا جماعه تشطيبها زي ما حضرتك شفتوا كده يعتبر تشطيب بين اللوكس والسوبر لوكس. ممكن تدي وش نظافة أو تغير اللون براحتك. الشقة يا جماعة مطلوب فيها 1,200,000، قابل للتفاوض البسيط. الشقة عنوانها الهرم اللبيني جانبي من شارع الأورمان، يعني الشقة البرج نفسه بيبص على الأورمان تراب الرئيسي، بس الشقة بتبص على الجانبي، يعني في نفس البرج اللي على الرئيسي. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.